سنة وانتم طيبين. رمضان السنة دي مليان مسلسلات مختلفة ومتنوعة، يعني اللي عايز كوميدي هيلاقي، اللي عايز اجتماعي هيلاقي، في كمان تاريخي، في كمان أكشن، كل حاجة موجودة عندنا في رمضان السنة دي، ما تقلقوش. كل النجوم الكبار كمان موجودين، يعني هنلاقي يحيى الفخراني، يسرى، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، كله موجود، يعني ما فيش حاجة هتفوتكم. قولوا لي بقى أنتم هتتابعوا مسلسل إيه في رمضان؟ قول لي هتتابع مسلسل إيه في رمضان؟ بإذن الله أنا أتابع مسلسل الاختيار طبعا عشان ندعم جيش بلدنا، ده رقم واحد طبعا، وبإذن الله نسل الأغراب وهجمة مرتدة. واضح انك محدد يعني من قبلها وانت عارف انت عايز ايه. اي مسلسل عموما بيدعم في الجيش او بيعلي الروح المعنويه لينا كمواطنين مصريين طبعا لازم كلنا نتفرج عليه طبعا، وده رقم واحد بالنسبه لنا. وممكن طبعا محمد رمضان بيعمل بروباجندا عاليه في الاول طبعا، فلازم نشوف موس. كل سنه وانتم طيبين الاول. رمضان كريم علينا جميعا. هو في القاهره كابل اكيد شكله يشد جدا، وفي المسلسل بتاع الاستاذ يحيى الفخراني، وفي ايه تاني، دول اكتر حاجتين شدوني جدا يعني. القاهرة كابل ونجيب زي زركش طبعا. والاختيار اختيار اثنين طبعا يعني طبعا، ده ملحمة وطنية عظيمة. واضح انك محددة انت عايزة ايه من قبل رمضان. حقيقة رامز جلال ده اكيد، وموسى بتاع محمد رمضان، وهتابع ممكن يكونوا دول، وكوفيد 25 برضو يكون حلو. تابع موسى محمد رمضان والكهف وهجمة مرتدة والاختيار. كل ده؟ هتلاقي وقت ده كله؟ ايوه لا طبعا. لا رمضان مسلسلات معروفة. في كذا مسلسل هتابعه، هو مسلسل موسى وكوفيد 25، وطبعا رامز ده اهم حاجه اساسي طبعا، ده كل رمضان. كوفيد 25، وفي مسلسل موسى وملوك الجدعنه، والمسلسل بتاع علي ربيع بتاع دنيا سمير غانم برضه. الاختيار اثنين ونسل الاغراب. اشمعنى بقى الاختيار اثنين ونسل الاغراب؟ الاختيار اثنين عشان في قصه للجيش والشرطه وكده، اعرف قصه بقى. نسل الاغراب عشان بحب الاكشن. مسلسل جينا بنت السلطان، وباذن الله مسلسل محمد رمضان موسى ان شاء الله. مسلسل موسى برضه وروجينا. الاثنين زي بعض. لو رمضان بدأ وقلت ان في حاجة شدتك ممكن كمان تتابعها؟ مفيش مشكلة، لو في مسلسل عموما بياخد ترند من الحلقة الأولى الثانية الثالثة الناس بتتكلم عنه، فطبعا بنضطر كلنا نتابعه يعني نفهم قصته بيتكلم عن ايه كده يعني. بتبتدي تشوف كده الحلقات الأولى عشان تعرف الدنيا يعني هتمشي ازاي. بالظبط كده. هو أنا بحب عامة أشوف حاجات مختلفة، فلو لقيت فعلا حاجات مختلفة تستحق إن احنا نشوفها تمام ونتفرج عليها، علشان بس بحب حاجات تبقى هادفة أكتر يعني، مش بحب أضيع وقت وخلاص. أكيد. حاليا قدام التلفزيون 24 ساعة يعني. 24 ساعة؟ ومفيش امتحانات ولا إيه؟ لا مالناش دعوة بالموضوع ده. لو في حاجة عجبتني أنا ما كنتش عايزاها وعجبتني هتفرج عليها. ممكن؟ أيوة. لا في امتحانات في رمضان برضه. امتحانات برضه؟ بس واضح إن التلفزيون هيشدنا. لا بنتابع. ما بتسيبوش حاجة. لا بنتابع بإذن الله. كل يعني لو الحاجة كويسة بنتابع بإذن الله. إشمعنى بقى دول اللي أنت هتتابعيه؟ الممثلين اللي فيهم حلوين بحبهم، لان الفنانين دول كل سنه بيطلعوا بمسلسل احسن من السنه اللي فاتت، فهم عمرهم ما عملوا يعني مسلسل وحش او حاجه وحشه الناس ما حبتهاش. حاسس ان انا بحبهم كلهم.